الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بيكم، حلقة جديدة من برنامجكم حلمك علينا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في رؤى البيوت في المنام. إحنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن رؤى الأساس، اللي هو حضرتك شفتي سجادتك، شفتي سريرك، شفتي دولابك، وبعض الأشياء المستخدمة في المنزل زي التلاجة والغسالة والبوتاجاز وهكذا. النهاردة بقى هنتكلم، وبناء على رغباتكم وزي ما انتوا عارفين ان احنا دايما بناخد موضوعاتنا من أسئلتكم وأحلامكم، هنتكلم عن رؤى البيوت، البيت نفسه. شفتي جديد، شفتي واسع، شفتي متبيض، شفتي بيقع، شفتي بني، شفت شقة جديدة أو عمارة جديدة وهكذا. إلى جانب بقى إن إحنا يعني إن شاء الله في انتظار مكالماتكم واستفساراتكم، النهاردة هنحاول نشبع منكم وتشبعوا مننا ونتكلم مع بعض كتير. طيب، رؤى البيوت في المنام. حضرتك شفتي بيتك في المنام مش بيتك، بمعنى إن أنا ساكنة في شقة صغيرة، مرة واحدة لقيت شقتي في البيت، الشقة دي بقت واسعة قوي وكبيرة وكلها غرف وكلها أساس شكله جديد وجميل، هل ده شيء يخوف علشان أنا مش في بيتي، أو علشان ده العفش اللي في البيت ده مش بتاعي والسرير مش سريري وهكذا؟ ده معناه إيه؟ ده معناه سعة ورزق وحياة، يعني كلها رغد وغنى إن شاء الله. ليه؟ كلما اتسع البيت في المنام كل ده مكان سعة رزق للزوج أو الزوجة وسعة رزق لحياتكم ولله الحمد، والعكس تماما. بمعنى ان لو حد شايف نفسه، سواء بقى كان بيته في الحقيقة واسع أو ضيق، ولكن لو حد شايف نفسه انه بيته ضيق جدا وصغير، أو انه هو قاعد في مكان بيضيق عليه، ده معناه والعزو بالله ضيق حال، ومعناه انه حضرتك او حضرتك بتمر بظروف صعبة. طبعا في الحالات دي علينا بالاستغفار وعلينا دايما كده بايه، يعني بلا حول ولا قوة الا بالله، وكلما رأيت ما لا يسرك في المنام عليك بالاستغفار. ناخد ام احمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا ست ام احمد، ازيك؟ الحمد لله يا فندم، اتفضلي. عندي حلمين صغيرين لو سمحت. نعم، حلمين صغيرين لو سمحتي. طيب يا روح قلبي، بس اختصر، ربنا يخليك، اتفضلي. ماشي حاضر. اول حلم، حلمت ان انا باصه من الشباك بتاع بيتنا وعندنا واحد في الشارع اسمه فتحي، انا اعرفه في الحقيقه. تمام. ففتحي ده كان عنده ماسك حمامه صغيره اللي هي بنت الحمام الكبير ده. الفرق الزغاريد دي. ايوه. واحده بس. وكان حجمها كبير وعجبتني، بقول اشتريها عشان اكلها انا وبنتي. فاخذتها منه. قال لي ب 20 جنيه، قال لي ب 20 جنيه. فاخدت ال 20 جنيه وخدتها مني، وكانت عجباني جدا وكانت كبيره. بنتك حامل؟ بنتك حامل؟ لا 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 لا، مش من ذوي الاحتياجات الخاصه، لا. طيب وايه كمان؟ بس كده، واخدتها ب 20 جنيه. طب هي بنتك متجوزه؟ لا لا لا، من ذوي الاحتياجات الخاصه، ما اتجوزتش ولا حاجه. تمام تمام تمام، خلص الحلم كده؟ بس كده، اول حلم ده. تاني حلم، حلمت واحده قريبتنا حلمت جدها المتوفي أعمى. تمام. ومراته مش راضيه تروح عندي ولا كده وتكلمه. تمام. ومراته عايشه ولا متوفيه؟ مراته عايشه وهو متوفي. شكرا يا ست ام احمد. طيب، شكرا. الحلم الاولاني ان الست ام احمد شافت ان يعني هي واقفه في الشباك وفي حد اسمه فتحي ماسك حمامه صغيره، فهي قالت له عايزه اشتريها، واشتريتها ب 20 جنيه. اولا احنا دايما نقول ان الحمام في المنام يعني فاعل خير او مرسال خير، وحد بيبشرك ببشرة خير. طبعا البنوته مش متجوزه ومش مخلفه، يبقى احنا نقول خبر سعيد يا ست ام احمد ان شاء الله جايلك، يعني جايلك على غفله، خبر سعيد ان شاء الله وجايلك سريعا. الحلم الثاني ان الجد المتوفي وزوجته مش عايزه تقابله او مش عايزه تشوفه. اولا الراجل المتوفي ده محتاج صدقه، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. فاحنا محتاجين صدقه ومحتاجين زياره، فلو هي مش عايزه تزوره او شكلها مش بتدعي له، فحاولوا تشوفوا ايه اللي مزعلها منه، يعني علشان تسامحه. واضح ان هو محتاج انه يتسامح من الست دي، وطلعوا له صدقه، والله اعلم. ناخد ام مصطفى. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحتي عندي حلم عايزه اقوله لحضرتك.
اتفضلي فن. انا حلمت مره ان واحده جارتنا اسمها، هي اسمها بسكوت، تمام، اسمها بسكوت، اعطتني 5 حتت جبنه قريش فيهم كده حته صفرة كده من فوق، بس هي وقعت مني حته في الارض، بس ما اتبهدلتش تراب ولا حاجه يعني، خدتها وكانت نظيفه ما فيهاش حاجه. طعمها كان ايه؟ دقتي طعمها في الحل؟ لا ما دقتش طعمها، بس هي الجبنه كان شكلها حلو، بس كان فيه حته صفرة كده بس من فوق. وعلاقتك بالست بسكوته شكلها ايه؟ علاقة زي الفل ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. طيب يبقى الحمد لله، ما دام علاقة زي الفل يبقى ربنا يزيد بينكم الخير ويبعد عنكم الفتن والمشاكل. الجبنة القريش من أنواع الجبنة الحامضة في المنام، ودايما كل الأطعمة اللي فيها طعم حموضة لا تبشر بخير، لأن دايما الخمر يعني ما يخمر، العيش المخمر أو الخميرة أو الجبنة القريش دي اللي بيكون طعمها حامض. الجبنة القريش يا جماعة اللي هم بياكلوها في الدايت، عشان الناس اللي ما تعرفش الجبنة القريش بيبقى طعمها حامض وبتبقى واخدة نوع من أنواع الحموضة كده، فده شوية مشاكل. عشان كده لو علاقتك بيها كويسة يبقى الحمد لله، وقعت في الأرض وما اضطربتش يبقى الحمد لله، ربنا يديم الخير ما بينك أنت والست بسكوت. طيب ناخد مدام كريمه من المنيا. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ست ايمان؟ عامله ايه؟ وحشنا جو والله. ربنا يخليكي وانت كمان. ومنوره الشتا ومنوره الدنيا كلها والله. انا عايزه اسالك سؤال، انت منين من المنيا يا ست كريمه؟ ايه؟ منين من المنيا؟ من المقلوي. صح قوي، اتفضلي بقى. ممكن بعد اذنك اقول لك 3 صغيرين؟ اه طبعا، بس قولي بسرعه. هو في نكتة ولا ايه في التليفون؟ اتفضلي. الو. ايوه. اول رؤية. ايوه. ماما شافت ان هي دايما بنت خالها ومتوفية ومرات خالها متوفية، راح لهم مكان، هم سدوهم بسكويت، راحوا هم ادوها اخضاري وادوها لحمة لمرات خالها. بنت خالها الثانية المتوفية راح قالت لها انا هجيب لك حمام، بس الحمام مش كويس. تمام. مديها 400 بس كده. دول كلهم متوفيين اللي ادوا الست والدتك كل الحاجات دي؟ ايوه متوفيين. الرؤيه الثانيه؟ تمام. الرؤيه الثانيه بسرعه. اه الرؤيه الثانيه زي ما يكون في بيت بنت خالي شافتها، زي ما يكون في بيت وسيع، وكل ما تخش تقول ده بيت كريمه وسيع وانا موزع عيش. ما شاء الله. دي الست والدتك برضو؟ لا ده ليانا دي. تمام. الثالث بسرعه. الثالث بسرعه. والدتي شافت ان هي رايحه عند والدتها، يعني بيت والدها، والدتها بتقول لها خد حمام ادعوه لي، راحت قالت لها لا ده الوقت راح. تمام. متوفيه. راح قالت لها لا ده الوقت راح، قالت لها في بياعين دلوقتي هتلاقيها. قالت لها ماشي، قالت لها طب خلاص روح اطلع، انا هطلع اجيبهم لك، بس فيهم فرده مش كويسه، هم جازين فيهم فرده مش كويسه، وانا هطلع اجيبهم لك وانت تلبس الشبشب عقبال ما يجي. راحت لبست الشبشب امي وست راحت تجيبهم بس. طيب شكرا شكرا شكرا. طيب يا ست كريمة، الحلم الأولاني إن هي حلمت إن كل قرايبها تقريبا، يعني بنت خالها وخالتها، المهم إن هما كلهم من طرف عيلة واحدة بيدوا الست والدتك، حد إداها خضار ولحمة وحد تاني إداها حمام. كل عطايا الأموات في المنام خير، ما يؤكل ويشرب وطيب الطعام. طيب الطعام يعني الطعام الطيب، ما دام ما فيهوش حموضة، ما دام الطعام مش فاسد، ما دام مش بطيخ، عشان احنا دايما نقول ان اسوأ ما يقدمه الميت للحي البطيخ، يبقى كل عطايا الاموات خير. هنا تفسر الرؤية بايه؟ بان ست والدتك يعني يجي لها ميراث او تنتفع بمال من ناحية عائلتها، يعني من ناحية العيلة عندها يجي لها مال، يجي لها ميراث، او يجي لها خير من ناحية العيلة عندها. الحلم التاني البيت الوسيع. البيت الواسع، تحياتنا لاهل ملاوي طبعا. البيت الواسع والعش الجديد، لسه كنا بنقول دلوقتي انه الوسع في البيوت وسع في الحياه، وهي بتقول ان ده بيت كريمه وبيت كريمه واسع، فكريمه تبشر بان شاء الله عندها وسع وعندها خير، يعني جايلك في المنام. يعني لو ست والدتك هتورث، دايما احنا بينوبنا خير من ابائنا وامهاتنا، ان شاء الله الخير يطولك. الحلم الثالث بتاع الجده اللي بتطلب الحمام وبتقولها روحي بيعه لي، الست دي محتاجه صدقه وتفتقر الى الصدقات منكم، فزي ما تكون جايه تقول لكم يعني تصدقوا، يعني تصدقوا من مالي، هي واضح ان هي سايبه لها اموال محدش بيتصدق منها حتى من مالها، فهي عايزه صدقات. لسه بنقول حالا يا جماعه بصوا، وعشان يبقى نقول نقطه بشكل عام، دايما الاموات طلباتهم بسيطه،
دايما احنا بننتفع من الاموات من رؤياهم وبشرتهم اكتر ما هم بينتفعوا مننا. دايما الميت اكبر حاجة بيجوا يطلبها الصدقة. فيبقى لازم يعني رؤية الاموات عموما بتقول للصدقات. كل ما تشوف ميت حتى لو انت مش عارف تفسير الحلم طلع له صدقة، لانه عمره ما هيجوا يطلب منك اكتر من كده. احنا اللي بننتفع من الاموات من بشراهم ورؤياهم وانذاراتهم لينا اكتر من انتفاعهم مننا. ناخد ست ام محمد من الفيوم. الو ست ام محمد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ لا الحمد لله. لو سمحت انا شفت حلم لجوزي وحلم ليا. اتفضلي يا فندم. جوزي شاف حلم لنفسه، شاف ان ابوه المتوفي، هو جوزي اصلا تاجر خشب، شاف ان هو ابوه المتوفي قاعد على الخشب والمطره بتمطر والدنيا برد قوي عليه والمطره بتمطر عليه جامد، فراح جاب له جلابيه من هدومه هو. وطى التلفزيون، وطى التلفزيون من عندك معلش. جاب وقت التلفزيون، اتكلمي من التليفون. شاف بابا المتوفي ماله بقى؟ كان قاعد المطر بتنطر عليه جامد قوي وقاعد على الخشب. تمام. هو اصلا كان هما تجار خشب، قاعد على الخشب اللي هو بيشتغل عليه، قاعد على الخشب، فجاب له جلابيه من هدوم ابوه. ايوه. واديها له عشان يلبسها، خدها منه بس ما لبسهاش. الحمد لله. ده حلم جوزي. حلم النوم على كده. حلم انا حلمت ان واحده بتندهلي من بعيد من فوق من مكان عالي وتقول لي جوزك اتوفى. تمام. فانا اغمى عليها كده وقعت في الارض، وناس جيراني القدام كانوا بيفوقوني بسرنجة ميه حقنه. طب وبعدين فقلت لا اله الا الله، جوزي طلع على اكل عيش ورجع لي ميت. وفجوه نفسي زعلت ان انا ما قلتش ان لله وانا اليه راجعون. وبعدين لقيت اتوبيس كبير وعربيه كبيره، وكل اللي كانوا راكبين في العزاء واللي كانوا بيقعدوا العزاء اهل جوزي وسلفتي، وانا مش معاهم خالص. حتى الناس كانوا بيقولوا لا يا جماعه مراته مش هتروح معاهم العزاء. قلت لي بالعربيه والاتوبيس وانا ما رحتش معاهم. قلت لي جوزك بقى مسافر فين؟ جوزي مش مسافر. حضرتك قلتي جوزي حاجه اول الحلم. طب اشتغل ايه؟ حلمت ان جوزي واحده تندي عليه تقول لي جوزك مات. طيب ماشي، شكرا. شكرا. بص اولا تيجي تعالوا نفسر الحلم الاولاني بتاع جوزها اللي توفى. احنا اتكلمنا قبل كده عن رؤى الاموات. احلى حاجه تشوفها في المنام الميت وهو بيتوفى او سمع خبر وفاته، وقلنا ان ده خير لو ام شافت ابنها بيتوفى، او لو ابن شاف امه بتتوفى وهو عايش وعلى قيد الحياه، ده معناه خروج من مأزق. الموت في المنام انتهاء امر معلق او انتهاء مشكله. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مديون او عندي مشاكل في العمل او عندي مشكله عائليه، اما اشوف روحي بتوفى ده معناه انتهاء المشكله بفضل الله، او معناه سداد الدين بفضل الله. ما دام الشخص اللي شفناه في الحلم بيتوفى مش على فراش الموت ومش مريض مرض الموت، يبقى باذن الله ده خروج من مأزق او مشكله. عشان كده انا ابتديت بالحلم ده، فواضح ان جوز حضرتك عنده مشكله في العمل. تمام. والمشكله دي ان شاء الله هتنتهي. كون بقى ان في حد هو اللي بيقول لك المشكله، يعني بيقول لك جوزك توفى من بعيد او حاجه، فده معناه ان ممكن الخبر يوصل لك من بعيد ان جوزك كان عنده مشكله، او هو مش بيقول لك فانت هتعرفي من بعيد ان هو الحمد لله. لكن دي بشره خير بانتهاء مشاكل عند جوز حضرتك. ده بالنسبه للحلم الاولاني. في جزئيه في الحلم ده ان حضرتك اغمى عليكي. انا عايزه اقول لك على حاجه، دايما الاغماء في المنام او النوم او انك تكوني مش واعيه ده دليل على تقصيرك في الصلاه، فدي دي دي حاجه تخصك. يعني الحلم الاولاني بتاع ابو زوجك المتوفي ان هو كان قاعد على خشب وفي مطر كتير، واضح هنا بقى ان في مشكله كبيره جدا بتخص الشغل، واضح جدا ان جوز حضرتك بيحاول يحلها بس كان لسه مؤجل. ولذلك انا اعتقد والله اعلم ان الحلم الاولاني كان سابق الحلم التاني، لكن في بشره بحل المشكله اللي في العمل دي بالتحديد، فابشروا بالخير ان شاء الله. طب ناخد استاذه اميره من اسيوط. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحتي عندي حلم. اتفضلي اتفضلي. حلمت ان انا في شارعنا، وبعدين كان بالليل. وبعدين زي ما كنا على اول الشارع كان في كلب كبير عايز يهجم عليا. تمام. فبعدين جيت واحده اسمها نجات. تمام. وراحت واقفه ما بيني وما بينه، وزي ما اكون هو مش هياكلها بس هو عايز يهجم عليا انا. وخلص الحلم كده؟ وانا خايفه. لا لا، بعدين زي ما اكون الفجر طلع مره واحده وسمعت الاذان وقعدت اقول الله اكبر الله اكبر، يا رب اخد منحه للجامعه الامريكيه. ان شاء الله. وانت عايزه منحه للجامعه الامريكيه؟ والله مش اكيد. لا لا، انا اقصد اقول ان حضرتك لما قلت كده في الحلم، انت في الحقيقه ده امر انت بتفكري فيه؟ لا. تمام. خلص الحلم كده؟
ايوه انا لسه طالبه في الجامعه ومش مرتبطه. تمام قوي. طيب اولا انت في راجل شخص بيتربص بيكي يا استاذه اميره، في شخص مش كويس، الشخص ده بيتابعك او بيلاحقك، بس ابشري بالنجاه لان ربنا جاب لك نجاه. النجاه اللي في النص دي معناها ان ربنا هينجدك منه، هيبعده عنك، هيصرفك عنه. المهم انه في خير، ان هو الشخص اللي مش كويس ده هيبعد عنك. اما بخصوص الله اكبر يا رب اخد منحه في الجامعه الامريكيه، اولا ذكر البلاد البعيده او البلاد المتطوره في المنام دليل على الترقي او دليل على النجاح او دليل بشره خير بحاجه خير هتحصل لك. فانت عندك نجاه من عدو قريب، وعندك ان شاء الله بشره خير جايه لك في الطريق، ابشري. وعندنا الست ام احمد من البحيره. الو. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ازي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يخليك. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضل. كنت حرمت يا دكتور عندي من كنت صغيره، كنت حرمت ان في قطه دخلت عندي في المطبخ وتمت تتبول ياما كده وتلعب في المواعين، فتميت نضرب فيه تميت نضرب في البسه، وقلت لها قلت لها كل القطط بتخش وتطلع انت بس اللي بتاذيني، تميت نضرب فيها لحد ما حصل لها غنياء كده، يعني ايه اغمى عليها كده اللي هي القطه. تمام. وتمت نضرب فيها ما قدرتش تقاوم معايا خالص يعني. تمام. وخلص الحلم كده؟ ست مش كويسه، ما انت فاتحه بيتك لامه محمد، ما انت بتقولي القطط كلها بتدخل وتطلع ومحدش بيأذيني الا انت، ده انت عندك ست مش كويسه بتدخل بيتك وبتعمل مشاكل بين ولادك وبعض او بينك وبين زوجك، لانها بتتبول في الاواني اللي انتوا بتاكلوا فيها، وقد يكون والله اعلم ان الست دي بتعمل لك سحر. شكرا يا ست ام احمد، يعني احذري منها جدا. وكون ان انت ضربتيها وهي ما بتقاومش على فكره ده دليل ان انت هتكشفيها. تقاوم بقى او ما تقاومش، لو في سحر الله اعلم، حاولي يعني تشوفي الدنيا فيها ايه. اما لو ما فيش فانا انصحك ان انت لو عارفه العدوى دي، اولا اقعدي بقى امسحي بيتك كده بميه وملح خشن، دايما نقولي الملح الخشن بيشيل الطاقه السلبيه من البيوت، دي حاجه. دايما نقولي الاذكار صباحا ومساء، نشغل سوره البقره في البيت كده ثلاث وجمعه، يوم الثلاث ويوم الخميس، المهم يومين كده في الاسبوع كل ثلاث ايام مره، وربنا يبعد عنك شياطين الانس والجن يا ست ام احمد. طيب قلنا بقى مش هنلحق نقول، معانا الاستاذ احمد من كفر الشيخ. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ازيك يا فندم؟ الحمد لله يا استاذ احمد، اتفضل. انا عندي مشكله كده، حلمين شكل بعض. طب اتفضل سريعا. انا كنت حلمت ان انا قدامي بحر واسع وفي بيت كنت انا واقف فيه، والبيت واقف في الدور الرابع، ولقيت البحر المايه بتزيد وبتقع من على الجسر بتاع البحر. هذا حلم. والحلم الثاني كنت انا ماشي في ايه على طريق، ولقيت في اخر الطريق بحر قدامي، المايه بتاعته اروع من المايه المعدنيه. تمام. وكان في ايدي كيس، اكياس باللي هي بتاعت العيش اللي هي الشفاف دي. ايوه. وعمال بملى من المايه واحطها جنبي على الجسر. وفي اخر كيس معايا كان كيس مخروق، وعمال بقى ايه بعبيه والميه تقع منه. ده ايه بقى؟ بتشتغل ايه يا استاذ احمد؟ انا بشتغل على دراعي في اي حاجه. طيب ربنا يكرمك ان شاء الله. طب اولا الحلمين بما انك قلت انهم شبه بعض، هما شبه بعض في التفسير، زي ما كنا بنقول البيت الواسع رزق واسعه، انت بينزل من بيتك يعني بيعدي من قدامك ميه كتير، او انت في المره الثانيه كنت ماشي جنب ميه رايقه، اولا حضرتك ان شاء الله جاي لك رزق كتير خالص الحمد لله الفتره اللي جايه، وهتبتدي تحوش كمان، يعني هتشتغل وتحوش، بس انت عندك فتره يعني من كتر ما ربنا يديك خير هتبقى مسرف يا استاذ احمد، فانت يعني ربنا بيدي لك انذار اهو ان انت جاي لك خير، دي بشره، الانذار انك ما تكونش مسرف، يعني لما ربنا يديك الخير ده ما تبتديش تسرف في استخدامه. تمام. طيب احنا هنقول حاجتين بقى بسرعه كده مع بعض. الحاجة الأولانية بس عشان نكون اتكلمنا في حاجة تخص الحلقة، زي ما قلنا إن البيوت الواسعة والبيوت الضيقة لها دلالات وليها بشرات بالوسع والخير، وبشرات خير جدا ورزق كبير لأصحاب البيوت. إحنا عندنا كمان العمدان، عمدان البيوت في المنام، العمدان بتاعة البيوت في المنام، كل ما شفت عمود في المنام ده معناه ان رب البيت بخير ومعناه استقرار الأسرة. اما وقوع عمود البيت في المنام معناه وفاة احد الكبار في العيلة،
يعني العمود في المنام جد او جده او شخص كبير في عيلته. طيب بياض البيت دليل على السعاده، كل ما كان البياض في المنام جديد، بياض الحيطان جديد وشكله بيلمع ونضيف دليل على السعاده اللي بتعم المنزل، وكذلك البلاط والسيراميك، الا اذا ان السيراميك بيدل على المال، والمشي على السيراميك على فكره بيدل على المال والجاه وبيدل على السلطان اذا كان من النوع الفاخر. اخر حاجه هقولها ان النهارده كانت اخر حلقه في سيزون 1 من برنامج حلمك علينا. انا كنت سعيده جدا بالفتره اللي فاتت اللي قضيناها مع حضراتكم. احب اشكر كل جمهوري اللي كان بيتابعني، واحب اشكر كل الناس اللي دعموني وسندوني ووافقوني وتابعوني. احنا موجودين مع بعض على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، والروابط موجوده على الشاشه امام حضراتكم. فتره صغيره بس عشان هنكون ان شاء الله بنحضر لكم برنامج قوي، وان شاء الله هنلتقي قريبا. الحاجة التانية أنا بشكر شركة شيخون للاستثمار العقاري والأراضي على دعمها ومساندتها ليا كراعي للبرنامج. الحاجة التانية بشكر الملكي ميديا، متمثلة في أستاذ محمد الملكي وطاقم الإعداد الرائع، سواء في الإعداد أو في الإخراج أو في الكاميرا. أنا بشكرهم جميعا، بشكر قناة الصحة والجمال، كنت خير داعم وخير سند، وإن شاء الله نلتقي قريبا جدا في حاجة أقوى، وإن شاء الله في برنامج هنحضر لكم حاجات كويسة جدا تكون جديدة ومفيدة لحضراتكم. أشوفكم على خير في السيزن اللي جاي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.